اول كعبة سباب نبدل واحدة ولا نبدل كلها؟ ماذا بيك بدل الكعبة اللي معوجة برك حتى ولو اثنين ثلاثة، المهم ما تبدلش الاربعة مع بعضهم لان المحرك يتأثر ويولي يصرف زيت. من ناحيتي انا ننصح اللي السباب اللي معوجة برك تتغير، معوجة واحدة نغير واحدة، معوجين اثنين نغير اثنين، ثلاثة نغير ثلاثة فقط، مش لازم نغير الستة كما هذوما او ال 12 مثلا، هذوما 12 من الشباب، اذا كان عندي ثلاثه برك معوجين نبدل ثلاثه حتى ولو نشري جديد من ما غيرهمش باش نحافظ على ضغط المحرك على الكومبريسيون تاع المحرك كما هي قديمه. باش نعرفوها اللي هي بدات تطبع هذا الدور داير كله لازم يكون زي بعضه، ما فيش حتى مكان ما يشبهش لخوه، هذا لازم يكون يشبه بعضه هو المكان نتاعو اللي فيه، لو فيه اي مكان ماهوش نفس اللون وقتها راه مازال ما طبعش، لازم يكون كلهم نفس اللون مدوره بيضاء ولا لا، مازال فيها هيك اللون هيك هذه تو مثلا كيما هذه لا برشا مش مثلا كملها هيك على خاطر عطاها ضربه فا يعني ضربه خفيفه باش الكومبريسيون تاعها تقعد عاديه، خاطر ممكن كان ينزل عليها لين يكملها على الاخر ممكن ترجع ضغط على المحرك ويولي المحرك يتاثر، اما هيك يكفي في نفس الشيء في نفس المكان. بعد في تنظيف الماده هذه، راهي الماده هذه مضره بالنسبه للسيجمونات وللبيستون، رد بالكم منها الماده هذه رد بالكم منها مضره، لازم وقت تنظف تنظف على قاعدة وتنظف بالمازوت أو بالديزل وبالماء وبالهواء، يعني حتحاول تنظف على الأخر ما تخليش يقعد موجود، كان يقعد موجود يدخل السجمونات ياكلهم لأن هو بات، هذه النصيحة لازم يفهموها برشا ناس. نشوفوها بعد ما نعملها الرداج هذيك مسحة هذيك شوفوا كيفاش يصير، هذه انتو لازم تكون هكاكا لون واحد كلها، ولازم كل واحده اللي نعمل لها رداج نرجعوها في مكانها زي ما كانت ما نخلطوهمش سواء في المكان او في التركيب، لازم يكون في مكانها باش نعرفوا اللي السباب هذه او الفالف هذه يعني جاهزه وما عادش فيها حتى اشكاليه، نلقوها كلها نفس الدوره مش زي اللي وريتكم في الاول، من كلها بعد ما نمسحوها نلقوها نفس الشكل من جميع الجهات، هذيك معناتها جاهزه ونجم نركبوا عليها ونخدموا وما فيش حتى اشكاليه، انما ما نعملوش رداج سباب هذا او العمليه هذه للكلاس كلها الا لما يكون الموتور جديد، لما يكون الموتور جديد لابس عليه نجم نعمل العمليه هذه. باش نعرفوها تكون جاهزه تكون نفس اللون، هذه بالطريقه هذه نفس اللون اللي هو كان يمسح به في السيباب، هذه معناتها القطعه الفالف هذه او السيباب هذه جاهزه ينجم نركبوها ونتهنوا بحول الله ما تعملش حتى مشكل، يعني بعد ما نركبوا نجم نعملوا تجربه بالبنزينه او بالديزل نصبوها في المكان هذايا ونشوفوا ينزل منها شيء لوطه ولا لا، لازم يكون كلهم نفس اللون مدوره بيضاء ولا لا، هيك على خاطر عطاها ضربه فا يعني ضربه خفيفه باش الكومبريسيون تاعها تقعد عاديه، خاطر ممكن كان ينزل عليها لين يكملها على الاخر ممكن ترجع ضغط على المحرك ويولي المحرك يتاثر، اما هيك يكفي في نفس الشيء في نفس المكان. بعد في تنظيف الماده هذه، راهي الماده هذه مضره بالنسبه للسيجمونات والبيستون، رد بالكم منها المادة هذه رد بالكم منها مضرة، لازم وقت تنظف تنظف على قاعدة وتنظف بالمازوت أو بالديزل وبالماء وبالهواء، يعني حتحاول تنظف على الأخر ما تخليش يكون يقعد موجود، كان يقعد موجود يدخل السيجمونات ياكلهم لأن هو بات، هذه النصيحة لازم يفهموها برشا ناس. إن شاء الله تنفعكم حركة هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للسباب كيفاش نشوفوها؟
كيفاش نعمروا الواحد هذا ارطب ولا احرش؟ مخلط هذا الورد المتوسط. متوسط هذا هكاك ندهنوها سيباب ونعملوا هذه طبعا علاش عملوها في رود السباب لان وكعبه بركه اللي هي خاطر تعوجت قطعت السبته وتعوجت نعاونوه هكاك بشويه مازوت باش يرطب البات هذيك صبوا لنا شويه مازوت باش يعاوننا في ترطيب مكان السياج اللي هو مكان هذايا طبعا يسالوني الاولاد ساعات البراوي سيباب هذه شفتوا هناك ثم يعني يبدا استهلاك نتاع الزيت يكون من السيباب تلقى الاثر نتاع الزيت نتاعهم هنا في السيباب تلقى الاثر نتاعهم هنا موجود اذا كان تفك السيبابات هذوما كلهم وتلقاهم شايحين ما فيهم الزيت معناتها براوي سيباب لابس عليهم هذه هي البراوي سيباب هي اللي تجي في راس السيباب هنا نتاع الفالف هذه يعني جوان سبي اللي هو نتاع الفالف او براوي سيباب يسموه إذا كان فما أثر زيت هنا في الأماكن هذه شفتوا هذا كله كانوا كان فيهم ماكلة زيت المحرك ياكل زيت من المكان هذا أما مش يعني مش بصفة كبيرة يعني هذا يرى شوية تلقاه ينقصوا مثلا في من تغيير الزيت لتغيير الزيت ينقصوا نص سيترة مثلا تلقاه ممكن براوي سيباب على شرط في السيارة بنزينة يكون عنده دخان الصباح أبيض أول ما يشغل تبدأ عنده دخان أبيض هذا تبدأ عنده البراويل هذه تعبة لازم يغيرها يعني اش معناتها السيباب تعوجت وكيفاش معوجه؟ العمليه سهله وبسيطه مش صعيبه يعني الحل المعوجه ولا يعني السيباب اللي هو هذايا يسموها تقريبا السحب والطارد يعني واحده تسحب واحده تطرد الهواء يعني واحده تسبيري واحده نقول احنا ادميسيون ويشابمون واحده تسبيري واحده تخرج واحده تشفط واحده ترمي يعني هذوما السيباب هذه عندنا هذه ثلاثه شمعات الكلاس هذه تسمى تروا سيلندر سموه احنا ثلاثه شمعات اللي هو سموه مش سيلندر او حاجه كيما كيك زوج كيف معوجه متكيه هذه كيف متكيه معوجه هذا ما ظاهرين بالعين ما فيهمش كلام هذه مش ظاهره برشا لان ينجم تكون مش معوجه كيفاش نفرقوا ما بيناتهم وكيفاش نتستوهم وكيفاش نعرفوا سهل العمليه ما فيها شيء نجموا نجيبوا شويه بنزين او غاز ونصبوا باش نجربوا اللي هي السيباب لاباس عليهم شوفوا مثلا هذه في هذا ما عندنا شك انهم هم لاباس عليهم نعبوا هذه بشويه صوص كيف هذه نعبوها بشويه صوص ما نزلوا حتى قطره معناتها لاباس عليهم شوفهم ما همش معوجين نجيو لهذا اللي عندنا فيهم شك معوجين هذم وريتكم انه في مشك اللي هم معوجين هذا ما غير ما نجربهم هذا مظاهرين ما غير ما نجربهم نجيب هذا هكا مثل هذا كيف ما غير ما نجربها هذه نحب نجربها لان شك فيها مش معوجه كيف نجيبوا شويه بنزينة او غاز ونحط كان قعدت معناتها مش معوجه ما دام نزل البنزين كله شفتوها نزل معناتها حتى هذه فيها شبه معوجه